أيها الإخوة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صباح الخير إن كان وقتكم الآن صباحا، أو مساء الخير إن كان وقتكم الآن مساء، في هذا العالم الفسيح المترامي الأطراف. مع إطلالة صبيحة هذا اليوم 23 من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة، الموافق 16 من شهر مايو 2020 أو 2020 للميلاد. هذا اليوم هو يوم الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، بمعنى أن البارحة كانت ليلة عبد الله بن أنيس، وورد في ذلك حديث مشهور نصه ما يلي. في هذه الليلة حديث مشهور عن عبد الله بن أنيس الجهني، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي إبلا وغنما وغلمة، فأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة، وذلك في شهر رمضان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساره في أذنه. فكان عبد الله بن أنيس الجهني إذا كان ليلة 23 دخل بإبله وغنمه وأهله إلى المسجد إذا صلى العصر، ثم لا يخرج عنه إلا لحاجة حتى يصلي الصبح، ثم يخرج إلى أهله. فقيل أنها ليلة الجهني أو ليلة عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه. وفي رواية أخرى قال: قلت: يا رسول الله، إن لي بادية أصلي فيها، فمرني بليلة أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل ليلة 23. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر كانت ليلة 23 في تلك الليلة التي أسر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس. لكن هل هذه الليلة ثابتة؟ بنص الروايات الأخرى المختلفة التي قالت بأنه في ليلة 23 والـ21 والـ23 والـ25 والـ27 وآخر ليلة في رمضان، يدل ذلك على أنها ليست ثابتة. وأما عن شروق شمس هذا اليوم، فحتى هذه اللحظة لمدة 10 دقائق تقريبا وهي لم تظهر الشمس، وذلك بسبب وجود الغيوم التي ترونها الآن أمامكم. فشمس هذا اليوم حجبت وبالسحاب والضباب، ولقد كانت ليلة البارحة ليلة مهيئة للأمطار على المدينة المنورة أو على بعض أجزاء المدينة المنورة، وكانت هناك هبوب للرياح وسحب، وما زالت حتى هذه اللحظة السماء ملبدة بالسحاب. وهذا اليوم هو مثل 21 حينما حجبت الشمس بالسحاب والضباب، ولكنني تواصلت مع أمي حفظها الله وهي في منطقة أخرى على الساحل الجنوبي الآن، منع مني ومنها التواصل الجسدي بسبب الحجر الموجود. وبعد مضي ربع ساعة ومن شروق الشمس لم تظهر حتى هذه اللحظات كما ترونها أمامكم بسبب وجود السحاب الكثيف
والذي يمنع من رؤية أشعة الشمس أو من ظهورها. وهذا اليوم هو مثل يوم 21 أيضا، ولكني تواصلت مع أمي التي هي الآن في منطقة أخرى، ومنع مني ومنها الحظر الموجود بسبب داء كورونا، فهي أيضا ممن يرصد الشمس أو يتتبع شروق الشمس حفظها الله، وتعلمت منها هذه العادة. وفي الأمثال يقولون من شابه أباه فما ظلم. وقد أفادتني حفظها الله بأن يوم 21 ويوم 22 متشابهان، لكن هذا اليوم إن شاء الله سوف أتصل بها بإذن الله تعالى وأنقل لكم ما رأته، فهي تعينني حفظها الله في رؤية الشمس وتتبع شروقها، وهي من تعلمنا منها مثل هذه المتابعة في شروق الشمس، وكذلك معرفة الأهلة، وأيضا تتبع النجوم، وبالنجم هم يهتدون. أرجو من الإخوة والأخوات الكرام في الدول العربية أو الدول في مشارق الأرض ومغاربها أن يفيدونا في تعليقاتهم بما شاهدوه هذا اليوم، فأنا حتى هذه اللحظة بعد مضي ثلث ساعة تقريبا، أي 20 دقيقة، لم أرى الشمس حتى هذه اللحظة، ويعني ذلك أنني لن أشاهدها هذا اليوم، وحتى لو شاهدتها بعد هذا الوقت فلن أستطيع قياس أشعتها، لذلك أعتذر منكم هذا اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وأما تتبعنا لشروق شمسها هي هواية وذكريات رمضانية دائما سنويا أكررها، بل كما قلت لكم أن جميع العشر المباركات كلها يجب أن نجعلها ليالي قدر أو ليلة قدر في كل ليلة، لأن الإنسان لا يجزم بحقيقة أن تكون ليلة البارحة أو الليلة أو غدا أو سبق أننا فيما سبق من الأيام أو فيما سوف يأتي من الأيام، لا نستطيع أن نجزم بأنها ليلة القدر، ولكن هناك صفات قبلية وصفات بعدية. والصفات القبلية مثل أن تكون ليلتها لا حارة ولا باردة، وسماؤها صافية، ويكون القمر فيها مثل شق جفنة. وبالنسبة لشق جفنة أو جفنة، حقيقة أنا تتبعت هذه الصفة فوجدتها أنها تبدأ من اليوم 21 وحتى 27، وهذه ليست صفة دقيقة، لكنها قد تكون صادفت ذلك العام. أما بخصوص أشعة الشمس فهي العلامة الوحيدة والأكيدة التي تكون بعد ليلتها، فهي صفة بعدية وليست قبلية في دالة على ليالي أو على ليلة القدر. لذلك أنا أتتبع شروقها لمعرفة هل كانت البارحة ليلة القدر أم لا. وفي كل الأحوال نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وفاز بليلة القدر. وكل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعتذر منكم فأنا لم أرى الشمس حتى هذه اللحظة كما ترونها أمامكم من خلال هذه الكاميرا التي أصور بها، فلا نرى أبدا أي أشعة للشمس أو ظهور للشمس، والسماء ملبدة بالسحاب. الصورة هذه التي أمامكم هي بعد 25 دقيقة كما تشاهدونها الآن أمامكم، ويستحيل قياس أي أشعة بعد هذا الوقت أو معرفة حقيقة شمس هذا اليوم.
الصورة التي أمامكم هي للشمس بعد مرور نصف ساعة، ولذلك أقول يستحيل قياس أشعة شمس هذا اليوم، ولا نملك إلا أن نقول من كان في رآها في مناطق أخرى في المملكة فعليه أن يزودنا بما رأى، سواء كان في بلادنا المملكة أو في دول أخرى عربية مجاورة أو حتى دول عالمية وأوروبية أخرى، فعليهم أن يزودونا بما رأوا هذا الصباح. أخيرا، إن أعجبكم الفيديو سجلوا الإعجاب والاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس التنبيه. دمتم في حفظ الله ورعايته، وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون.